منطقة سكنية عشوائية تدعى اللواءات، شوارعها أزقة ضيقة ومساكنها غرف مبعثرة بصورة لا نظام فيها، بنيت دون ترخيص، تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. سكانها يبحثون عن حل. عايزين أي حتة، يعني أي صندوق أو أي حاجة نحط فيها زبالة. بقول لك العيب مننا فينا إحنا، أي واحدة معاها شنطة زبالة بتروح أي جنب بتروح راحت فين. البيوت القديمة بيبقى فيها ناس لا مؤاخذة ساكنة، ولا مؤاخذة في معايا يعني الحمام بيبقى مشترك، ولا مؤاخذة فوق بعضيهم متكدسين، والبيوت عايلة برضه للسقوط. والسقف جوه وقع عليا صلباب بعروق، والأوضة بره شوفها بره تقولي انتي قاعدة فيها ازاي، بس قاعدة الحمد لله. والمجاري بقى كده وكده، يجي ست مجاري جوه حوالينا طلع لماذا الصراصير غصب عني. انا قاعدة فيه مفيش ان انا اشوف شقة اشوف بتاع مفيش، فقاعدة غصب عني. شكوتنا المية وشكوتنا المجاري بتدفع علينا، وعايزين نشال من هنا اصلا. السقف ولا مؤاخذة التعابين بتنزل علينا من على السلم ومن على السقف. اللي هي نضيف الشرب تيجي عندنا معكرة، ومواسير حديد قديمه بقالها من سنين السنين، بتجيب ميه بتجيب فشل كلوي، فهترجع هنا عايشين ايش هنا وحش، محدش يقبلها. مساكن اشبه بالاقبيه واشبه اسقف من جذوع الخشب او الحصير تأوي ساكنيها الذين لا ملجأ لهم سواها. 50 سنة مش عاجبك السكن ده، احنا عملنا صرف زمان على حسابنا، احنا في بيت كل يوم كلنا كل واحد دفع اللي طلع عليه وعملنا صرف، ويعني دخلنا عدادات كل واحد في بيته عداد. مشاكل متفاقمة تجد من يشكو همها لكنها لا تجد آذانا صاغية. هذه مجرد عينة صغيرة لما يقرب من 10 ملايين مصري يقطنون العشوائيات حسب آخر إحصائيات معهد التخطيط القومي، موزعون في 2200 منطقة، 33% منها في القاهرة وحدها، يعيشون على هامش الزمن والواقع. تلك هي حياة العشوائيات. أسماء خليفة، برنامج بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة.